علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، ويقال من جرب الخيل عرف قيمتها، ومن لم يجربها فاته الكثير. هذا الحيوان الأليف الذي كان ولا يزال صديق الإنسان، والذي ربطته به علاقة وطيدة منذ الأزل. سنأخذكم في مغامرة مثيرة لنكتشف جمال وروعة الخيل بين الغابة والبحر، مغامرة نعيش فيها إحساساً لا نظير له. إذا تحدثنا عن ركوب الخيل فنجد فئة كبيرة تريد ممارستها، ولكن يجد عدة صعوبات. الفكرة هي تسهيل وتقديم هذه الرياضة كتجربة للزائر، لتسهل عليه يتعلم أساسيات ركوب الخيل، يتمتع بالطبيعة الخلابة لولاية بازا، وكذلك راح يشعر بطاقة إيجابية وراحة نفسية لهذه التجربة اللي تعاش ولا تحكى. خيول متواجدة هنا في نحكو على المنطقة كأولا، رانا في مزرعة في سيدي راشد بولاية بازا كأكبر مزرعة في ولاية بازا للخيل. نجد فيها عدة سلالات، نحكو على البلجيكية والفرنسية تاع سود أوبستاك، القفز على الحواجز. إذا حكينا على لابالات عندنا البربارية، واللي تسهل علينا العمل اللي راح تكون كما نقولوا يتواجب الإنسان مع الخيل بسهولة جدا، كما تكون عندنا ديسال فرنسي، عندنا الفريزون، عندنا عدة سلالات مختلفة. كنا من الأوائل اللي نظمنا الخارجة ركوب الخيل، وأنا فخور أني كنت أول من يقوم بترويج لهذه التجربة للناس عامة. بالنسبة لخارجة ركوب الخيل، عندنا خيول مدربة، يعني راح يلقوا سهولة تامة بتعامل مع الخيل، راح نعطوهم لو كونتاكت مع الخيل، راح يكونوا آلاز امام سيكير ركبوا، راح نسوي فيهم توجور، ثم راح ايطاب باريطا عشان يتعلموا كلش في حاجه، عشان يتعلموا كلش في زعما نقولوا في سيونس واحده. راح يديروا لابالات يقدروا في مده كيما ربع ساعه نصف ساعه للاطفال، كيما راح تكون نصف ساعه ساعه ساعتين حتى ست ساعات ممكن اللي يعرفوا المدربين، واللي ما عندهم حتى تجربه راح نعملوهم ايطاب باريطاب، ثم راح يتعلموا درجه بدرجه حتى يقدروا يمارسوها ويتعلموا كاع لي زيطاب تاع ركوب الخيل معنا. رانا جبنا لكم قمر ونبداو ان شاء الله. نبداو بالبروتيكسيون تاعنا، نديروا لا بومب، غلقيها مليح هنا. ليكيب مرحبا بكم، على بالي بالك المره الاولى تاعكم، دونك عندنا عفايس لازم نتبعوهم. الحاجه الاولى عفايس نيسيسار، ساعه، خاتم، مفتاح تاع الطوموبيل، نقرديهم توجور هنايا. الحاجه الاولى نوري لكم كيفاش تركبوا، من بعد ان شاء الله نكومونسيو لا بالا. داكور، توجور نجو هنايا كوتي غوش، عندنا قمر، نجي توجور لافون، ما نروحش لاريير تاع العود، نروحي هنايا توجور لافون، نديرو بي غوش تاعنا هنا. فوالا، عندك شدي لي ران هكا افيك لي شيفو، ان دو، فوالا زيدي شويه طرابيا. دونك الحاجه الاولى اللي لازم نعرفها سي توازن تاعي، ليكيليبر تاعي. ليكيليبر راح يكون هنا في ليبي، عندي هنايا ليبي تاعي، ندير جوست لا بوينت تاع ليبي في ليزيتريبيير، ميم سي لي جونب راح يعاونوني. دونك هذه هي الحاجه الاولى، راني التوازن تاعي راني حاكمه. من بعد كيفاش نمشي بالخيل، عندنا توجور لا كومونيكاسيون مع لو جيست تاعنا. لو جيست تاعنا بالطالون نضرب هنايا لي دو طالون هكا مع لا كومونيكاسيون، نعطي له لا كومونيكاسيون تاعي. هذا لوسون يتبعوا الخيل، ما تعرفوش ديروا هذا لوسون، ليسونسيال كومونيكي معها، واسمها قمر، علي قمر مارش توجور كيما هكا، ريماح، سوزان، كل وحده ولو نون تاعها، كل وحده وراك راح تربوا الكبداليه. حاجه واحده اخرى، عندنا ليران، عندنا ليران هنايا، هذو هما كيفاش نمشي العود، كيفاش نحبسها. دونك ما نشدش هنايا في لافان تاعها باسكو راهي ليبيري بزاف، وما نزيرلهاش بزاف هنايا باسكو هنا راهي سيري بزاف. دونك نخلي واحد 20 سنتيم في هذا الفيلي هذا تاع البلون، شدي هنايا. فوالا نخلي توجور 20 سنتيم هنايا 20 سنتيم هنا، كل واحد كيفاش راح يميتريزيها، كل واحد الطولة تاعو كل واحد كيفاش، كاينه هذه قصيره هذه طويله. دونك لازم بين يدي وفمها، ما لازمش يكونوا لي رام زايرين بزاف، ما لازمش يكونوا رخاف بزاف. داكور، باسكو علاه لي شيفال سوا نفرض روحي سوا راح تفرض روحها. نفرض روحي بلي جاست اللي راني نقولهم لكم نمشي آلاز، ما نفرضش روحي راح يفرض روحه هو، يسمطها عليا، يولي ياكل، يولي يحبس. ولازم توجور توجور نخلي اون ديستونس بين ان شيفال وان شيفال، هاكا نكونوا الاز ونمشيو طرونكيل، باسكو كاين ان شيفال ما تحبش هذه صافي، هما يغيروا بزاف مع بعضهم، حنا ما نخدموش بلي مال، لي مال عندهم غريزه انهم يتضربوا، تسمى نخدموا توجور بلي فيمال، لي فيمال نورمال سون طرونكيل، مي سا ديبون، الكاركتير تاع هذه ماشي كيما تاع هذه، صح، قلنا باش نديروا لا روتاسيون تاعنا، عندك هذه
الكوتي غوش يخدم كوتي غوش، كوتي دروات يخدم كوتي دروات، صافي دير لا ديستونس هذه اللي خليناها هنايا باش نقدر نتحكم فين في الخيل تاعي. دوكا راني نمشي، نفترضوا راني نمشي، حبيت ندور اغوش، عندي هذه نجبدها توجور للاكس، مشي في السماء ومشي لتحت بزاف، للاكس عند الجونو تاعي، هاي ليك هاي دارت الشيفال تاعي. دوكا لو بيت تاعي اني ندور ونزيد نمشي، نزيد نعطي لها هنا لو جيست تاعي بلي طالون تاعي مع لا كومينيكاسيون، هي دارت وانا نحن نزيد نمشي. كيف كوتي دروات، كوتي دروات يخدم مع لا دروات تاعي من هنايا، لا غوش هذه ولا دروات هذه. دوكا باش نحبس العوده تاعي راني نمشي حبيت نحبسها، سي سامبل، نجبد عندي ليران تاعي اوب غير تحبس نعاود نهبط، شغل ديكرادي ما نجبدش فور. دوكا نعرف كيفاش نمشي مع الخيل تاعي، كاين الخيل تجبد له شويه يحبس، كاين اللي لازم فم كل واحد والكاركتر تاعها. سي بور سا ما نشدوش هنايا في لافان، كون نشد انا هنا في لافان وهي راهي تمشي، انا نجبد عندي الفيلي هذا ديجا الحق الكور تاعي وهي مازالت لها لا ليبرتي، مي كي نشد هنايا غير نجبد يدي ما لازمش تلحق الكور تاعي، دونك هكا راني اليز. دوكا رانا كملنا التيوري تاعنا، دونك نمشيو في لا بالاد تاعنا، اكو ديتو بريسك لا باز واش حكينا، مي لابليكاسيون سي سامبل. عندكم 10 مينوت 15 مينوت الاولى بالك تجيكم صعيبه، سي لوجيك بالك المره الاولى تاعكم كل واحد واش عنده ايدي على الحصان، مي كومام انا نضمن لكم باللي العواد تاعنا عاقلين راح يمشوا اليز. دونك راح نخلو توجور لا ديستونس، راح يكونوا دي فوت في الاول، راهو توجور معكم لو مونيتور راح توجور يقول لكم اسكو لا فوت تاعكم راهي زعما هو يصحح لكم اسكو راكو اليز ماكمش اليز، ومن بعد ان شاء الله نتعلموا لي زيطاب تاعنا اوبا او ترو بتي قالوا هذه ايطاب بار ايطاب. دونك ماشي حتكون بلاده واحده راح تتعلم فيها كلش، مي كومام في لا بلاد كي تنحي الخوف تاعك راك راح تحس بلو فيس تاع العود هذاك راح يعطي لك طاقه ايجابيه ما شاء الله. ومرحبا بكم. الحاجة الأولى والأخيرة كما نقول اللي نتحدثوا عليها هي الخيل، الخيل عندنا متدربة، تما رانا ضامنين فيها أكثر من الأشخاص اللي راح يركبوها. والحاجة الثانية راح يكون الماتريال بار إكزومبل لو كاسك هذاك لابوم نقولوا له. سينو حاجة تاع أنبوت ولا هذيك عفايس بيرسونيل، ما حنايا السلامة تاعنا هي الممر، المسلك اللي راح نكونوه بالنسبة للمبتدئين راح يكون سهل لأنه راح يكون بلا. العواد رانا نقولوا توجور راح يكون معهم مونيتور ولا زوج، ثم راح نحافظوا على السلامه تاعهم بلا ديستونس اي توجور لا كومينيكاسيون، اي ميم سي زعما هما ما قدروش يحكوا مع الخيل هذيك لانهم كاول تجربه بين 10 دقائق و 15 الاولى راح يلقاو صعوبات، من بعدها راح يعرفوا بلي الخيل هذاك ماحشي اذيهم ماحشي يدير لهم ان دونجي، دونك راح نمارس راح درجه بدرجه راح يوالفوا وراح يتمتعوا ويحكموا روحهم بوش راح حنا نمنحوا. بون السلام عليكم، سيمو سميرات من تيباز الفروسية سوشيال ميديا مانجر. لا فام تاعنا هي اونتوار فاميليال وين لي فام يقدروا يجوا يديروا بلوزيغ اكتيفيتي. الاكتيفيتي برانسيبال تاعنا هي اللي بارادا شوفال ليكيتاسيون، كيما نقترحوا عليهم ايضا نشاطات اخرى كيما لو تيغ الارك، وكاينه بوسيبيليتي بور فار لو بيكنيك وين يقدروا يجيبوا معاهم ماكله تاعهم ويقدروا يجيبوا معاهم فطور تاعهم ويجوزوا جورنية تاعهم هذا. لي بالاد راح يكونوا من ان كاردور حتى ساعتين. بون كيما لي زونفون ندير لهم دي بتيت بالاد تاع ان كاردور ولا نص ساعة، سينون لي زادولت ندير لهم دي بالاد تاع ساعة تاع ساعة ونص حتى ساعتين. هكذا باش يقدروا يديكوفيرو بيان لي بيزاج اللي عندنا ولي شون اللي كاينين. الفئات العمرية اللي بزاف يجونا هما لي جون ولا الشباب من نقولوا 20 طون حتى لي 30 طون هكذاك. سينو المزرعة تاعنا مفتوحة لكامل الناس، سواء الأطفال من 5 سنين حتى الكبار في 60 سنة. جينيرالمون في لي ويكاند ولا في الأعياد ولا في المناسبات وين الناس ما تكونش خدامة،
يكونوا بزاف الناس حابين يجوا لينا. الحاجه اللي تفرحنا وتموتيفينا تخلينا نكملوا هي انه لي كليون تاعنا كامل ساتيسفي وكامل يجوا فرحانين ولي ميساج تاعهم بعد ما يكملوا لابارا تاعهم شغل بزاف شابين والحمد لله. في الأخير كان